اليوم المؤتمر هو المؤتمر المخبري الأول اللي أكل جهد كتير كبير لحتى تم العمل من أجل نوصل لهالمرحلة. طبعا المؤتمرات هي لإعطاء حافز جديد بالمعلومات الموجودة في الخارج أنها توصل إلى سوريا بسبب المقاطعة الجائرة اللي موجودة على سوريا واللي هي عم تمنع كتير أمور أنها توصل لعنا. طبعا ما في مشاركة إلا من أطبائنا وكوادرنا الموجودة وهن من الناس المتميزين النوعيين اللي بيعطوا المعلومات بيستفيدوا منا من خلال مواقع عالمية وبيقدموها بمحاضرة. هذا الشيء بيحفزنا أنه دائما نحن نتم مستمرين بالوجود والتواجد في المؤتمرات من أجل تطوير العمل بشكل مستمر. هذا المؤتمر هو بيعبر عن استمرارية الحياة الطبيعية في سوريا، هو استئناف لبعد 6 سنوات من التوقف عن النشاط العلمي بهيئة مخابر دمشق وهيئة مخابر سوريا. قررنا نستأنف العمل العلمي ونعود لمؤتمراتنا ولبرامج التعليم المستمر ونطلع على ما هو جديد في حقل التطور المخبري. عبارة عن تظاهرة علمية مخبرية تمتد لثلاثة أيام فيها 6 محاور من المحاضرات راح تغني ما هو جديد من حيث الطب المخبري، البيولوجيا الجزيئية، أمراض الغدد عند الأطفال، أمراض الغدد بشكل عام، الأمراض الخمجية، كل ما هو جديد في الطب المخبري راح نطلع عليه بإذن الله. مؤتمرنا هو المؤتمر الأول لفرع دمشق. الحقيقة هي هيئة مخابر التحاليل الطبية كانت تعمل مؤتمرات، بس للأسف بهالأزمة اللي تعرضت لها بلدنا الحبيبة توقفنا شوي، وحبينا بس هلأ نرجع نوقف على رجلينا ونحسس العالم أنه نحن بخير والأمور كلها بخير وبلدنا بخير.